يعني لا يمكن أن الرأي يختلف عليه اثنين، هو الإدانة، الإدانة للفعل ديال هاد المجرمين اللي اغتصبوها الطفلة، وكذلك يعني الأمل كان في أن العدالة تحقق وتنصف هذه الطفلة. مع كامل الأسف لم يكن الأمر كذلك في المحكمة الابتدائية، لذلك نتمنى أن الهيئة في الاستئناف تدارك هاد المسألة هذه، ويكون الحكم ديالها يساوي الجرم أو يوازي الجرم، ولكن كذلك يكون رسالة لكل المغتصبين والمغتصبات اللي كاينين، لأنه العدالة هنا لحماية الأطفال، لحماية المجتمع المغربي، لحماية المبادئ ديالنا، خاصة أن الدستور ديال المملكة يؤكد على تجريم التمييز والاستغلال، وكذلك المغرب وافق على العديد من الاتفاقيات الدولية اللي ضروري تكون الاحترام ديالها، لأنه من غير هاد المسائل هذا أنا أعتبر مع كامل الأسف أن هذه النوعية من الأحكام تعتبر تشجيع لهذه الممارسات، وبالتالي القضاء هو الملاذ الأخير ديال الطفلات والأطفال والأسر ديالهم، خاص الأحكام تكون توازي هذا الجرم اللي كيرتكبوه في حق الطفولة المغربية. واش ما كتشوفش في ان حتى القوانين يجب مراجعتها وتكون اكثر زجرا؟ من طبيعه الحال، وخاصه ان المغرب مقبل على اعاده النظر في القانون الجنائي، فبالتالي يجب اخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، لانه المشرع يجب ان يكون هو القدوه ويفوت المجتمع، وخا المجتمع كاين جزء محافظ او لهذا، ولكن بهذه القوانين وبالارساء ديالها غادي نحميو المجتمع ديالنا. كذلك المغرب ملزم، وكيف اشرت لها، انه يوالم القوانين ديالو مع الاتفاقيات الدوليه، حقوق الطفل، مناهضه التعذيب ضد المراه، حقوق الاشخاص فوضيه الاعاقه، هذه هي كلها مسائل اللي كتجعل التطور وتكون في واحد الصيروره وواحد الديمومه ديال تطور المجتمع ديالنا، باش ينزل قوانين صارمه، قوانين لا تتسامح لا مع الاجرام لا مع الفساد لا مع الاغتصاب، لان اقبح حاجه هي تغتصب الطفوله وما يكونش واحد الاخذ ديال الحق ديالها، لانه الحكم راه هذاك عنده عامين 3 سنين 10 سنين 15 عام، ولكن المعاناه راه تدوم العمر كامل ديال هاد الاطفال هذا. فبالتالي اعتقد ان الاحكام والمغرب خصو يراجع القوانين ديالو في هذا الاطار هذا. سميرة محيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء. اليوم مكونات الحركة النسائية جينا باش نحتجوا على الحكم المخفف اللي صدر في حق الطفلة سناء، يعني في قضية اغتصاب متكرر، يعني اغتصاب متكرر وجنات متعددين، وهي طفلة وهاد الظروف هادو ما شفعوش ليها في المحكمة أنها يعني المحكمة تاخذ ليها بحقها، خاصة أنها هي طفلة صغيرة وكانت مهددة تحتديد ديال السلاح باش أنها تسكت وما تخبرش عائلتها، وما كانش الحمل اللي بان عليها، ما كانش كانت غتكون سناء لحد الآن باقي ساكتة وكتعرض للاغتصاب في كل مرة 8 شهور ديال الاغتصاب اللي تعرضت ليه. حنا مشينا في زيارة عند سناء، مشينا في زيارة للدوار اللي هي ساكنة فيه، شفنا الوضع، يعني الحالة الهشة اللي هما عايشين فيها، الحالة ديال الفقر، الأب بوحديتو كيخدم على وليداتو، كيخرج هو ويعني الوالده ديالها كيمشيو يخدموا عليهم، الان الوالده جلسات من الخدمه باش تجلس في الدار يعني مع بنتها تحضيها وتربي الولد، باش تربي ريان الطفل ريان. حنا كنقولوا كيفاش انه المحكمه ما خداتش بهاد الظروف هذه، ما شفعش ليها هاد الشيء اللي هي، وخداو ظروف التخفيف، يعني بتعو ظروف التخفيف للمتهم. كذلك الطفل كاين معضله واحده اخرى كانت اشكاليه، وكاين مشكل هو كبير بزاف، اللي هو ان سناء ولدات طفل، عندها طفل عنده الان عام وشهر،
الطفل ريان وخصكم تصوروا كيفاش انها هي يعني كتحضن ولدها وكيفاش انهم العائله كلها في الحقيقه كتحضن داك الوليد هذا، ولكن ريان راه ما عندوش الحاله المدنيه، ريان ما عندوش اسم عائلي، ريان ما مسجلش، باقي ما مسجلش، ما عندوش حتى شي مستقبل، ريان ما عنده حتى شي حمايه ديال 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 الدوله، وبالاحرى ماما سناء حتى هي اللي هي طفله صغيره، يعني واحد الوضع اللي هو مؤلم ويحز في النفس، وحتى الطريق لدارهم طريق الرمله، يعني طريق الرمله وصعيبه الطريق باش يعني الواحد يوصل لدارهم، ووسط الغابه جاوا ساكنين وسط الغابه. كاع هاد الظروف هادي راه المحكمه خصها تاخذها بعين الاعتبار، وخص تحقق العداله لسناء والاسره ديال سناء، وبالخصوص العنايه الواجبه والحمايه لسناء ولولدها. بالنسبه لتغيير القوانين او القوانين اللي كتحكم او القوانين الترسينه القانونيه المغربيه خصها مراجعه، خصها تغيير بحال القانون الجنائي، خصو تغيير جذري. القانون الجنائي ديال 1962 اكثر من 60 سنه اللي توضع في واحد السياق اخر، اللي توضع لواحد المجتمع اخر، ذاك المجتمع ما بقاش الان في 2023. الان النساء يعني كاينين في جميع الميادين، النساء خارجين للعمل الان، يعني كاينين تحولات سوسيو اقتصاديه اللي واقعين في المجتمع، خص القوانين والقانون الجنائي والمدونة الاسره ياخذوها بعين الاعتبار، ويشرعوا للنساء ديال 2023، النساء اللي هما ممثلات في جميع المناحي ديال 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 الحياه. كذلك القوانين اللي كاينه الان ما كتوفرش الحمايه للنساء اللي تعرضوا للعنف، ما كيخرجوهمش الدائره ديال العنف. القوانين اللي كاينه الان ما كتدمش النساء والاطفال يعني في المجتمع، ما كتوفر لهم اي حتى شي حمايه. القانون الجنائي كما قلت خصو يتعدل، جريمة الاغتصاب خصها توسع، وخصها يعني تكون على حساب المعايير الدولية. ما خصش تمتيع المجرمين في قضايا الاغتصابات والاعتداءات الجنسية بظروف التخفيف، خص تشديد العقوبة في هذه في هذه الجرائم. ما خصش يكون فرق أو تمييز بين هذاك العرض والاغتصاب، الجريمة الاغتصاب الوقع ديالها والألم ديالها بحال كما وقعت عند النساء كما وقعت عند الطفلات هي جريمه وحده. علاش كنميزوا بين مراه متزوجه، مراه بكر، مراه قاصر ماشي قاصر؟ الالم والاثار النفسيه هي وحده، وكنطالبوا بملائمه التشريعات الوطنيه مع الدستور ومع المواثيق الدوليه. وشكرا لك. أنا اكيد اننا كاتحاد العمل النسائي كجمعيه نسائيه مستاءات ويعني غاضبات، ويعني اصابتنا الصدمه من هذا الحكم، وليس فقط اتحاد العمل النسائي، كل يعني اطياف الحركه النسائيه والحقوقيه والمجتمع المدني بكل تجلياته. ربيع الكرم اليوم دعا لي هذه الوقفه من اجل التنديد بالحكم اول الذي صدر في حق طفله، في حق المتهمين الذين اغتصبوا طفله في سن 11 سنه، طفله قاصر لم تصل بعد سن التمييز، وتم التناوب عليها واغتصابها بشكل وحشي وبشكل يعني تقشعر له كل أبدان. هي جريمة بشعة وخطيرة، ولكن في المقابل نجد أن الحكم الذي صدر بخصوصها يعطي الاعتبار بشكل أكبر للظروف الاجتماعية للمغتصبين، ضدا على معاناة الطفلة، وضدا على كل ما عانته جسديا جنسيا نفسيا، وكذلك ضدا على كل ما ركمناه من مكتسبات في المغرب. أكيد أن هذا الحكم يعطي رسائل قوية لكل لمجموعة من المغتصبين المحتملين، على أساس أن هذه الجرائم يتم التساهل معها أمام القضاء، وأنها غير معاقبة بعقوبات رادعة وسجرية ممكن أن تصد مثل هذه الاعتداءات. أن ما يمكن أن يعني ما يمكن أن يوزعه هذا الحكم من رسائل هي خطيرة، تؤدي إلى استمرار تمثلات ثقافية التي تبيح أجساد النساء والفتيات. أكيد أن الحكم يفترض فيه أن الظروف التي عاشتها هذه القاصر هي ظروف تشديد لفائدتها ضد المتهمين. ومن بين المطالب ديالنا أكيد أن طالبنا في العديد من المرات، وقدمنا مذكرات بيانات ندوات من أجل تغيير المنظومة القانونية، لأن مهما أنتجنا من استراتيجيات ومن خطط ومن بيانات ومن أعمال، فإن استمرار التمييز واستمرار العنف في القوانين الجنائية أكيد أننا سيؤدي إلى صدور أحكام
مماثلة التي للحكم الذي صدر في قضية فتاة تيفلت. أكيد أن التمييز واستفادة الجونات من ظروف تخفيف بمقتضى الفصل 147 هو مكمن الداء، وحنا طالبنا في مرات عديدة كاتحاد عمل نسائي، كربيع تحالف الكرامة، كمجموعة من الجمعيات، طالبنا باستثناء جرائم العنف ضد النساء والفتيات واستثناء جرائم الاعتداءات الجنسية من مقتضيات المادة 147، لأن الجونات يجب أن يتم زجرهم وردعهم من أجل القضاء على مثل هذه الظواهر. لذلك نعتبر أن هذه الوقفة هي من أجل إسماع صوتنا لكل من يهمه الأمر، من أجل تصحيح المسار الذي أخذه الحكم الابتدائي في استئناف، وكذلك من أجل قيام باقي القطاعات المسؤولة على تغيير قانون جنائي تغيير جذري وشامل. لقد أرهقتنا التغييرات الجزئية والمتقطعة، وبالتالي اليوم احنا أمام مطلب ديال التغيير الشامل والجذري للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتواكب مغرب اليوم، مغرب ما بعد دستور 2011. وأكيد أننا هذه المطالب نحن رفعناها منذ زمن وما زلنا نصر عليها، ونضالنا ما زال مستمر إلى حين تحقيقها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.